بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تبدي في إكمال منهج الميكانيك التحليلي. وصلنا بالمحاضرة السابقة إلى بندول بوكر. ما هو بندول بوكر؟ بندول بسيط، كتلة معينة قيمتها M معلقة بخيط طوله L من نقطة معينة، وراح نفرض نقطة التعليق باتجاه محور Z كما نبين هنا بالرسم. وهذه الكتلة وزنها إلى الأسفل يساوي لي MG. الشد بالخيط، خيط المعلق بالبندول أو كرة البندول، نرمز له S. وهذا البندول لو كان في البداية في المواضيع السابقة من أخذنا البندول البسيط، لو كان ما عندي حركة دائرية، الحركة الدائرية هنا بالبندول بندول بوكر منين تجي من تأثير دوران الأرض، يعني هذا الفصل هو مخصص لتأثير دوران أو حركة دوران الأرض على الأجسام المتحركة على سطحها. ففي البداية لما كانت حركة دائرية غير موجودة، كانت معادلة الحركة MR دبل دوت يساوي لي MG بلس S. MG وزن الجسم و S هو الشد بالخيط، لأنه ما عندي حركة دائرية. لكن عندما تكون عندي حركة دائرية راح يظهر عندي الحد، هذا الحد الثالث وهو الحد الكريولي. خلينا نشوف فيديو بسيط حتى يبين عندي الحركة الدائرية منين اجتي، وراح ناخذ مقطع فقط صغير بس اذا نبين الحركة الدائرية منين اجت. رجعنا شوي انتبهوا على هذا الفيديو البسيط. هنا عندي هذا بندول بوكر يتحرك ذهابا وايابا، وعلى اعتبار مقاومة الهواء غير موجودة او مهملة. شوف هذا ما يروح يعني ذهابا وإياما بنفس النقطة. شوف بعد فترة حنمشي الفيديو، بعد فترة تشوفه يمسك هذه العتلة ويرميها على الأرض. يعني لو نمشي الفيديو إلى هنا هو حركة مكررة تتكرر ذهابا وإياما، يقترب تدريجيا من هذه العتلة إلى أن يوقعها. هذا دلالة على أنه هذا البندول من يتحرك يتأثر بدوران الأرض، يعني اتجاهه مو ذهابا وإيابا بنفس الحركة نفس الاتجاه نفس الخط، وإنما كل فترة معينة نشوفه يتحرك إلى جهة معاكسة للحركة السابقة، يعني كأنما يتأثر بحركة دوران الأرض. لذلك تشوف الحركة مالته راح تكون شوف شوي يقترب من هذه العتلة إلى أن يوقعها، وهكذا راح يأخذ دورة كاملة بحركته. شوف وقع هذه العتلة. إذن بندول بوكر هو هذه حركته. بالفعل الحركة الدائرية راح نشوف هاي المحاور اللي يتحرك بها محاور متحركة دورانية، لذلك ظهرت عندي الحد أو الثالث، هذا هو اللي نسميه إحنا الحد الكريولي. طبعا أهملنا الحدود الأخرى، هذا الحد أهملناه لصغره وهو المركزي، والحد المستعرض أيضا أهمل. حد المستعرض أيضا أهمل. طبعا طول الخيط، إحنا الزاوية اللي نحرك بها البندول ترى زاوية كلش صغيرة قياسا ب طول الخيط، لذلك مركبات الشد بالخيط مركبات S مركبات الشد بالخيط على كل من المحاور X Y Z هي تعطى بالعلاقات التالية، وهذا تم توضيحه بموضوع البندول البسيط. لا مجال لذكر المعادلات الآن، إحنا الآن اللي يهمنا هذه مركبة الشد باتجاه محور X، هذه مركبة الشد باتجاه محور Y، وهذه مركبة الشد باتجاه محور Z. طبعا لأنه نقطة التعليق باتجاه محور Z إلى الأعلى والزاوية صغيرة جدا،
نستطيع القول أنه وزن الجسم تقريبا مساوي إلى الشد بالخيط، لأن على امتداده، على اعتبار أنه هاي الزاوية صغيرة والبندول هو هذه حركته. إحنا شفنا حركته طبعا، لأنه الزاوية الحركة اللي شفناها بالفيديو ما راح تقولون هي زاوية صغيرة، لكن من نقيسها بطول خيط البندول لا تعتبر هذه الزاوية. وهذا طبعا فيديو هو توضيحي طبعا لبندول بوكو. إذا إحنا اللي يهمنا بشكل عام هو أنه المعادلة هذه m x double dot prime يساوي لي ناقص x prime over l اللي هو المركبة الشد باتجاه محور x، يعني s x خلينا نسميها، في m g زائدا 2 m omega y dot prime sine lambda، ولامدا هي زاوية خيط انحراف خيط البندول. طبعا هذه كل المعادلات كانت موضحة في موضوع البندول البسيط سابقا في هذا ميكانيك التحليلي. فراح ينتج عندي المعادلات النهائية للبندول أو بندول فوكو هي كما يلي، وهو هذا احنا اللي يهمنا طبعا لأنه عندنا حركة دائرية، معناته أقدر أعبر عن المحاور X برايم اللي هي المحاور المتحركة بدلالة المحاور الثابتة، هذه نسميها transformation matrix. هذه فنقدر نعبر عن هالمحاور المتحركة بذات المحاور الثابتة. فالمعادلات النهائية هي x double dot prime، طبعا هذه تعجيل لأنه مشتقة ثاني مزاح يعني تعجيل، x double dot prime زائدا g للتعجيل الأرضي over طول البندول خيط البندول في x إزاحة باتجاه x تساوي لي 0، وكذلك y double dot prime زائد g over l في y تساوي لي 0. هنا ذني أهم شيء النبي في بندول بوكو إن ذني المعادلتين. الآن الفصل الجديد اللي المفروض اللي بندول به هذا بندول بوكو كان هو موضوع سابق من الفصل السابق، إحنا ما كملناه بالمحاضرة السابقة. الآن الفصل الجديد هو قوة جذب الأرض والقوى المركزية. قوى المركزية القوة اللي يمر خط تأثيرها بنقطة ثابتة أو مركز قوة تدعى بالقوة المركزية، وهي من القوى المهمة في الفيزياء، من أمثلتها قوة جذب الأرض. قوة جذب الأرض دائما تتجه نحو مركز الكرة الأرضية، دائما اتجاهها نحو الكرة الأرضية. لذلك عندنا قوانين تعتني أو تعني بهذا الموضوع، وأولها هو قانون الجذب العام. قانون الجذب العام ماذا يقول؟ يقول كل كتلتين بالكون تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين، وعكسيا مع مربع البعد بين مركزي ثقليهما. يعني الكرة الأرضية موجودة، نصف قطرها معروف R سب E، وجسم موجود على سطح الأرض، أكو قوة تجاذب بين الكرة الأرضية وبين هذا الجسم، وهي سبب وجودها أو سبب بقاء الجسم على سطح الأرض، وهذه نعرفها إحنا. فهذه القوة تتناسب تناسب طردي، قوة الجذب نقصد، تتناسب تناسب طردي مع من؟ مع حاصل ضرب الكتلتين. أي ما معناه الجسم اللي موجود على سطح الأرض كل ما كان كتلته أكبر كل ما كان قوة الجذب أكبر، وهذا واضح. إحنا الآن نقدر ممكن أن نرفع جسم مثلا كتلته كيلوغرام واحد بسهولة، نقدر نرفعه لأنه قوة الجذب تكاد تكون صغيرة، لكن من آخر جسم مثلا كتلته 100 كيلوغرام من الصعب أن أرفعه من سطح الأرض، لأنه كتلته كل ما زادت كل ما زادت قوة جذب الأرض إليه. تتناسب طردي نعم مع الكتل بعد، وعكسيا مع مربع البعد بينهما، عكسيا أي ما معناه كل ما يرتفع الجسم الموجود على سطح الأرض كل ما يرتفع بعيدا عن سطح الأرض راح يقل قوة الجذب لهذا الجسم. راح نشوف أيضا هذا القانون قبل العام بعلاقة رياضية واضحة هي اللي تحكم. هنا أنا عندي قانون الجذب العام
وهو قانون نيوتن. اف اي جي، اي هو الجسم الاول لنفرض، وجي هو الجسم الثاني. بعض الكتب تكتب اف 1 2 باعتبار اني كتلتين، كتله الثانيه وكتله الاولى. شي يساوي لي ثابت الجذب العام جي كابيتال في كتله ام اي، كتله الجسم الاول في كتله الجسم الثاني، على مربع البعد ار تربيع بينهما. وهذه ار اي جي كفكتر اوفر اي جي هو ذي يونت فكتر لقوه الجذب. يعني اوكي، اذا هذه قوه ناخذها از سكيلر كقيمه عدديه، فراح تكون اف بدون علامه الفكتر تساوي جي ام اي ام جي على ار اي جي سكوير. اذا لو عرفنا كتله الجسم الموجود على سطح الارض، وهنا كتلة هي كتلة الأرض ME خلي نسميها، والR طالما الجسم على سطح الأرض معناتها البعد هو نصف قطر الأرض. نصف قطر الأرض أيضا نعتبره معلوم، فصارت كتلة الأرض معلومة، نصف قطر الأرض معلوم، ثابت الجذب العام معلوم. إذا كتلة الجسم إذا عرفناها راح نعرف قوة الجذب لهذا الجسم. وطبعا هذه القوة اللي تكون بين الجسم الأول والجسم الثاني هي قوتين يعني متساويتين بالمقدار متعكسين بالاتجاه. يعني الكتلة الأولى اللي هي الكرة الأرضية تؤثر بقوة جذب على الكتلة الثانية M2، وبالعكس الكتلة الثانية أيضا تؤثر على الكتلة الأولى بقوة جذب. فإذا سمينا القوة الأولى FIJ، قوة الثانية FJI، وأي أي قوة من ذن القوتين هي مساوية للقوة الأخرى لكن بإشارة ماينس لأنه متعاكستان. وهذا واضح من نص قانون الجذب العام، من قال كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى، ما قال بأنه الكتلة الفلانية تجذب الكتلة الفلانية حصرا، وإنما قال كل كتلتين في الكون تجذب إحداهما الأخرى بقوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع البعد بين مركزيهما. ثابت الجذب العام ممكن أيضا نحسبه إحنا، وهو يساوي 6.6 × 10 في 10 قوة ناقص 11 نيوتن متر تربيع أوبر كيلوغرام تربيع. إذن في حركة الجسم أو السقوط الحر كمثال على الجذب أو الجذب العام للأجسام، في حركة الجسم أو السقوط الحر للجسيم دائما كنا نؤكد على أن قوة جذب الأرض المؤثرة على جسم فوق سطحها تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الجسيم ومركز الكرة الأرضية، وهذا نص قانون الجذب العام قبل قليل تكلمنا عنه. أي أن الأرض تجذب الأجسام وكأن جميع كتلتها متجمعة في نقطة واحدة وهي مركز الأرض، وهذا يصح لأي جسم كروي منتظم أو أي توزيع كروي متماثل للمادة. إذن MG وزن الجسم، وزن الجسم هو قوة الجذب، يساوي لي ثابت في ME كتلة الأرض في M كتلة الجسم على نصف قطر الأرض تربيع، لأن يعني هو يمثل المسافة بين الجسم M الموضوع على سطح الأرض ومركز الأرض. إذن من هذا القانون إذا أختصر الطرفين M يبقى عندي الجذب الأرضي أو قوة أو التعجيل الأرضي، آسف، التعجيل الأرضي يساوي ثابت الجذب العام في كتلة الأرض على مربع نصف أو مربع نصف قطر الأرض. وهذه كلها معلومات إحنا كلها نعرفها، ممكن من خلال هذا القانون نحسب قيمة التعجيل الأرضي. إحنا اللي همنا أنه شلون نوجد التعجيل الأرضي إذا اختلفت المسافة بين هذا الجسم M وبين سطح الأرض. هنا في هذا القانون الكتلة M تقع على سطح الأرض، لكن إذا ارتفعت عن سطح الأرض بمسافة H، هنا المسافة بين هذه الكتلة إذا كانت تقع فوق سطح الأرض بمسافة H، هذه الكتلة راح تكون المسافة بينها وبين مركز الأرض يساوي لي نصف قطر الأرض زائدا مسافة ارتفاعها اللي هي H. لذلك القانون هذا راح يكون بالشكل التالي، التعجيل الأرضي يساوي
جي ثابت الجذب العام في كتلة الأرض على المسافة، مربع المسافة، وهي نصف قطر الأرض زائدا h. إذا ما معناه لو كانت h ذا قيمة معينة راح نشوف قيمة جي أصبحت لها قيمة تختلف عن من؟ عن هذه جي اللي موجودة على سطح الأرض. وهذا واضح، إحنا راح نعرف بينه تناسب عكسي بين مربع المسافة، راح نعرف بأنه قيمة التعجيل الأرضي كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض كل ما قلت قيمة التعجيل الأرضي. الآن خلي نفرض أنه عندنا قشرة كروية رقيقة كتلتها M ونصف قطرها كابت اللتر R. هذه قشرة كروية، هذه شيل نقول عليها سفيريكال، مأخوذة من سفيريكال بودي، هذه شيل نصف قطرها R. وخلي نفرض أن سمول لتر R المسافة بين مركزها وجسيم اختبار، جسم موجود بنقطة P كتلته M، هذا الجسم اللي موجود هنا نقطة P كتلته M، يبعد عن المركز، مركز هذه القشرة الكروية، مسافة سمول لتر R. نقطة Q طبعا راح نفرض بانه هي ار، هي اكبر من، طبعا لانه خارج الكره، خارج الدائره هذه، فاكبر من نصف قطر الكره. فراح نقسم هذه القشره الكرويه الى حلقات دائريه عرض كل منها ار دلتا ثيتا، دلتا ثيتا هذه وار هذه، راح نقسم هذه الى عده قشرات، خلينا نقول او حلقات دائريه، حلقات دائرية، هذه القشرة قسمها إلى حلقات دائرية كل وحدة عرضها هو R دلتا ثيتا، ونقطة Q راح نفرضها في نقطة موجودة على سطح هذه القشرة الكروية. الزاوية POQ، POQ هذه هي زاوية ثيتا، هذه ثيتا طبعا، هذه النقطة ممكن أن تتحرك، متحركة لذا فرضناها، فراح تكون هذه ثيتا تزداد بمقدار دلتا ثيتا. الآن دلنا ناقش كأنما كيو موجودة هنا، فنقطة بي أو كيو هي الزاوية قيمتها ثيتا، وقلنا كيو نقطة على محيط الحلقة، لذلك راح يكون محيط الحلقة هذه المستقطعة 2 باي آر ساين ثيتا، 2 باي كابتل لتر آر ساين ثيتا، هذا محيط الحلقة اللي استقطعناها من هذا، كتلتها راح تكون دلتا كابتل لتر M. ليش دلتا؟ لأنه لو كانت هذه كتلة القشرة الكروية كلها M، إحنا استقطعنا منها جزء، فراح يكون تغير بالكتلة، ما راح يكون نفس الكتلة السابقة، وإنما راح تكون كتلة تختلف عن كابتل لتر M بمقدار دلتا M، تختلف بمقدار دلتا M. لذلك دلتا ام للرينج المستقطعة هذه تقريبا يساوي رو في 2 باي ار سكوير ساين ثيتا، 2 باي ار ساين ثيتا، 2 باي ار ساين ثيتا، هذا مال من؟ هذا محيط الحلقة. رو، رو ماذا تمثل؟ رو is the mass per unit area of the shell. mass إذن هي كتلة لوحدة المساحة لهذه القشرة، كتلة لوحدة المساحة. ليش؟ لأن إحنا أخذنا التغير بكتلة الحلقة دلتا M للرينك الحلقة المستقطعة هذه، فش يساوي لي المحيط مالتها اللي هو 2 باي R ساين ثيتا مضروب بمن؟ بي R رو دلتا ثيتا، ورح نشوف ليش هذه R في رو في دلتا ثيتا، هذه كتلة الجزء المستقطع أو اللي على شكل حلقة رينج من القشرة اللي فرضناها قشرة كروية. الآن عندنا قوة الجذب اللي راح تكون مسلطة على النقطة P تتجه وين هذه القوة؟ P على جسم P من جزء صغير لعنصر الحلقة في نقطة Q، والذي سنعتبره جسيما باتجاه بي كيو، ولنحلل هذه القوة دلتا اف كيو. لو نرجع على الشريحة السابقة، هذه هي القوة المؤثرة بين من؟ بين هذه النقطة، بين نقطة الكتلة ام واي نقطة موجودة على هذه السفيريكال شيل،
راح نرمز لها دلتا اف كيو، دلتا اف كيو طبعا راح تحلل الى مركبتين، فراح القوه دلتا اف كيو راح نحلها الى مركبتين، احداهما على طول الخط بي او، بي او هذا الافق اللي كان قبل السنتر يعني، والاخرى طبعا قال مقدار اتجاه بي او هي دلتا اف كيو كوساين فاي، دلتا اف كيو كوساين فاي، والفاي خلي نشوفها هي هذه، لذلك هذه مركبتين، مركب اتجاه الاو ومركبه عموديه راح يكون هذا اتجاه اللي باتجاه الاو راح يكون دلتا اف كيو كوساين فاي، دلتا اف كيو كوساين فاي، والمركبه العموديه على الخط بي او مقدارها دلتا اف كيو ساين فاي، عموديه على الخط بي او، هذا خط بي او افقي عموديه الى الاعلى مقدارها دلتا اف كيو ساين فاي. هنا الفاي قلنا تمثل الزاويه او بي كيو، من التناظر اللي موجود بالرسم يمكننا بسهوله رؤيه تلاشي المجموع الاتجاهي لجميع المركبات العموديه للحلقه المسلطه على بي، يعني المركبات العموديه اللي هي مؤثرة على هذه النقطة هذه راح تكون متلاشية. ليش؟ المركبة العمودية تساوي المركبة السفلى اللي هي وزن هذا الجسم اللي موجود، لذلك ممكن يزال تأثيرهم إحداهما عكس الأخرى، تبقى عندي هذه المركبة اللي هي باتجاه الأو. إذن فالقوة دلتا F المسلطة من الحلقة كلها تكون باتجاه من؟ باتجاه بي او اللي هو نحو المركز، ومقدارها راح نرمز لها دلتا اف، طبعا دلتا اف مقدارها اللي هو الفاليو يعني سكيلر، وهذه هي فيكتور. ينتج من هذه القوه؟ ينتج من جمع المركبات اللي هي دلتا اف كيو كوساين فاي. دلتا اف هذه القوه اللي تجي نحو المركز شو تساوي له في قانون الجذب العام؟ ثابت الجذب العام كتله النقطه ام في كتلة الرينج دلتا ام رينج على مربع البعد في كوساين فاي، في كوساين فاي شو تساوي للآن هذا الناتج لو عوضنا مكانها؟ جي تبقى، ودلتا ام رينج احنا سابقا عرفناها 2 باي ام رو ار سكوير ساين فاي وكوساين ساين ثيتا كوساين فاي اوفر اس سكوير في دلتا ثيتا، هذه القوة المؤثرة على نقطة البي من بفعل وجود أو الحلقة الكروية أو القشرة الكروية. الآن حتى نوجد قيمة هذه القوة راح نأخذ التكامل. هنا أنا عندي دلتا ثيتا تقترب من قيمة الزاوية، وإذا أخذنا عدة حلقات راح نحصل القوى المؤثرة على نقطة بي الكلية طبعاً F شو تساوي باوع جي M 2 باي رو R سكوير، هذه كلها all of them constants يعني هذه كلها هي ثوابت ممكن إخراجها خارج التكامل. شو يبقى عندي؟ يبقى عندي التكامل from 0 to باي نصف دورة from 0 to باي المن ساين ثيتا كوساين فاي دي ثيتا over S تربيع، وهنا حتى كوساين فاي من الممكن ايضا اخراجه الى خارج التكامل لان ايضا يعتبر ثابت تكامل، هنا دي ثيتا ساين ثيتا دي ثيتا على اس تربيع وحتى الاس تربيع ايضا كونستنت. اذا to perform this integral from the triangle OPQ of cosines قانون الجيوب تمام للمثلث OPQ نقدر للزاويه ثيتا نقدر نستنتج هذه المعادلة، هذه المعادلة هي المن وفق قانون الجيوب تمام، احنا عندنا مثلث بهذا الشكل، مثلث مو قائم الزاوية طبعا، هذا S في الشكل الراح، هذا S وهذا كابتل لتر R وهذا سمول لتر R. إذا في قانون الجيوب تمام S تربيع اللي هو الواصل خط الواصل بين نقطة ال P وال Q، S تربيع تساوي R تربيع سمول لتر زائدا كابتل لتر R تربيع ناقص 2R سمول في R كابتل كوساين ثيتا، هذا قانون الجيوب تمام. إذا نشتق الطرفين 2SDS مشتقة الS تربيع R تربيع أنصاف أقطار الـ R والكابتل لتر مشتقتها كلها صفر، يبقى عندي هذا مشتقة شو تصير؟ 2
سمول لتر ار في كابيتال لتر ار اللي هي ثوابت، في مشتقة الكوساين هي ماينس ساين، والماينس مع الماينس راح يصير عندي بلس، إذا راح يسوي قسمة على اثنين الطرفين، راح يكون عندي اس دي اس تساوي لي ار سمول في ار كابيتال ساين ثيتا دي ثيتا، للمشتقة الدالة المثلثية تساوي لمشتقة الدالة في مشتقة الزاوية، لذلك مشتقة الكوساين صار عندي ساين، وهنا المفروض دي ثيتا طبعا، للأسف عفوا أنا ناسيها هنا، هذه المفروض هنا دي ثيتا اللي هي هذه. أوكي، إذن من هذه المعادلة نقدر نستخرج ساين ثيتا دي ثيتا، هذا المقدار هو اس دي اس اوفر سمول لتر ار في كابيتال لتر ار، وقلنا هذا من قانون الجيوب تمام للمثلث الآخر اللي بي ار واس وار، لكن على باستخدام الزاوية فاي، راح يكون ار تربيع هو اس تربيع، هذا قانون مشابه لهذا طبعا، هذا اخذناه الى قانون ثيتا الى زاوية ثيتا، وهذا اخذناه الى زاوية الفاي. كابيتال لتر ار سكوير ايكوال تو اس سكوير زائد ار سكوير ماينس 2 ار اس كوساين فاي، هذا ممكن تفهموه اذا رجعت الى الرسم السابق وشفت المثلث شلون وضعه وشلون يطبق هذا قانون الجيوب تمام للمثلث غير قائم الزاوية. الآن من هذا القانون أيضا راح نحصل مثل ما حصلنا إحنا على ساين ثيتا دي ثيتا، إحنا أيضا ممكن نحصل على قانون بي كوساين فاي ماذا يساوي من هذه العلاقة، وبعدين راح يصير عندنا القوة المؤثرة اللي على الكروية كلها إذا استبدلنا حدود التكامل من صفر إلى باي ب r ناقص كابيتال لتر r على r زائد كابيتال لتر r، ذني النقطتين راح نستبدلها بدل 0 الى باي الى هذني النقطتين، راح تكون القوه النهائيه ماذا تساوي؟ جي ام 2 باي رو r سكوير، هذه ثابته، r ماينس r r كاب زائد r المن مكان ساين ثيتا كوساين فاي دي ثيتا على اس تربيع، نعوض ما اوجدناه بهذه المعادلات، فراح يصير عندنا هذه المعادلة، وممكن بكل بساطة إيجاد تكامل هذه المعادلة بعد ما نبسطها تبسيط ونجزئها رياضيا، التجزئة مالتها راح تكون عندي حدود هذا على هذا زائد هذا على هذا ناقص هذا على هذا الحد كلها إلى دي اس، ورا ما نبسطها ونكاملها راح يكون مقدار القوة المؤثرة، طبعا هذا ممكن كله أنتم ممكن ب ورقة معينة أو ورقة وقلم تقدر أنت تفصل هذا التكامل شلون صار بهذا الشكل، بعد إكمال التكاملات كلها هذه راح نلقى قيمة القوة هذه بعد ما نكمل كل التكامل، راح يكون مقدار القوة جي small letter M اللي هو كتلة النقطة P اللي موجودة P، M للشيل اللي هو كتلة الشريحة أو الشريحة الكروية على R تربيع اللي هي المسافة بين من بين نقطة P وبين نقطة مركز الكتلة أو الشريحة الكروية. هذا ما معناه قبل شوية قلنا إحنا بأن قانون الجذب العام مو بس يتطبق على الكرة الأرضية وإنما على أي جسم ذو شكل كروي بينه وبين جسم آخر أيضا يتطبق هذا القانون، مع الاحتفاظ ب M ماذا تساوي، M shell ماذا تساوي، والR تربيع ماذا يساوي. فقانون الجذب العام ممكن أيضا يطبق في هذه الحالة كما طبق لجسم والكرة الأرضية. الموضوع الآخر وهو الموضوع أيضا شيق ومطروق إلى حتى في مرحلة الإعدادية وهو قوانين كيبلر. قوانين كيبلر ماذا تعني؟ ذني القوانين مكتبناها إحنا باللغة الإنجليزية، لكن قبل ما نشرحها باللغة العربية خلونا نشوف هاي الفيديو البسيط اللي يوضح لي قوانين كيبلر الثلاثة ما هي. هذا القانون الأول فيرست كيبلر، شوف الـ أي كوكب يدور حول الشمس بمسار إهليجي أو قطع ناقص بحيث تقع الشمس في إحدى بؤرتيه، هذه بؤرة وممكن أيضا بؤرة أخرى، هذه بؤرتين، هذا مسار إهليجي أو قطع ناقص بيضوي يعني. شوف هنا سرعة الكوكب تكون أكثر، فاتست موشن، هنا أكثر بينما هنا أقل، والسبب واضح لأن هنا بعيد عن الشمس وقوة الجذب تقل، هنا تكون السرعة كبيرة.
هنا قوة الجذب أعلى. هذا هو القانون الأول. هسه نشوف تفصيل مالته. القانون الثاني لقوانين من قوانين كيبلر يقول كل جسم أو كل كوكب يدور حول الشمس، الخط الواصل الوهمي بين مركز هذا الكوكب ومركز الشمس يقطع مساحات متساوية بأزمان متساوية، يعني هذه المساحة تساوي هالمساحة تماما رغم تغير شكلها، لأنه نفس الزمن. هذا قد يطول به الجسم حتى يدور، وهذا قد يطول أيضا، هو نفس الزمن، ذاك المساحة تكون أي 1 وأي 2 متساويات، وهذا هو نص قانون كيبلر الثاني. قانون كيبلر الثالث وهو تناسب قوة الجذب، نعم هذا نصف القطر، زمن دوران هذا الكوكب حول الشمس يتناسب مع من؟ مع المسافة بين مركز هذا الكوكب ومركز الشمس. هذه فكرة بسيطة عن هذه القوانين. شوف القانون الأول، هذا هو الشكل البيضوي، الشكل القطع ناقص. طبعا القطع ناقص ما هو تعريفه؟ الشكل البيضوي يقول هو السطح الهندسي اللي هو الإليبس احنا نسميه، بحيث كل نقطة تقع على محيطه تكون مجموع المسافات بينه وبين البؤرتين مسافة مقدار ثابت. يعني إذا هذه النقطة هنا Q، فهذا الخط زائد هذا الخط هو يساوي للنقطة لو كانت هنا، راح يكون عندي هذا الخط وهذا الخط متساوي. إذن أي مكان ممكن تجي بي Q على هذا المسار، فهو المسافة الواصلة بين هاي النقطة وبؤرتي القطع الناقص هو مقدار ثابت. خلي نشوف نص قوانين كيبلر. يوهانس كيبلر في سنة 1609 اكتشف هذه القوانين الثلاثة. قانون الأول، كل كوكب يتحرك بمسار بيضوي أو قطع ناقص حول الشمس بحيث تقع الشمس في إحدى بؤرتيه، وهذا نسميه قانون المدارات. القانون الثاني يقول المستقيم الوهمي، المستقيم الوهمي الواصل بين مركزي كل كوكب، بين مركزي كل كوكب والشمس يمسح أثناء دورانه في الفضاء مساحات متساوية في أزمنة متساوية، في أزمنة متساوية. يعني هذه منا إلى هنا خلينا نقول فرق شهر، فهذه المساحة هي تماما تساوي لهذه المساحة أيضا فرق شهر. فالمساحات اللي يقطعها الكوكب أثناء دورانه، الخط الوهمي الواصل بين هذا الكوكب ومركز الشمس يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية، ونسمي هذا القانون بقانون المساحات. القانون الثالث، مربع زمن دوران كل كوكب، طبعا هذا الكوكب من يدور إلى زمن دوران، مربع زمن دوران كل كوكب حول الشمس يتناسب طرديا مع مكعب نصف المحور الكبير لمدار الكوكب. المحور الكبير لمدار الكوكب، الشكل البيضوي له محورين، محور صغير ومحور كبير. إذن مربع زمن دوران كل كوكب حول الشمس يتناسب طرديا مع مكعب نصف المحور الكبير لمدار الكوكب. هنا أنا عندي طالما الكواكب هذه تدور، فقانون كيبلر الثاني اللي يختص بالمساحات ندرس من خلاله قانون حفظ الزخم. الزخم الزاوي L يساوي لي R كروس P، البي هو الزخم الخطي، R نصف قطر الدوران، هذا قانون بشكل عام. الزخم الزاوي طبعا هو عمودي على كل من نصف القطر وعمودي على الزخم الخطي، لأن دائما الكروس برودكت بين تو فيكتورز، هاي لازم فيكتورز طبعا هنا، الكروس برودكت بين تو فيكتورز ينطيني فيكتور عمودي على كليهما، فخلي نقول يتجه مثلا إلى الأعلى، يتجه إلى الأعلى، وممكن نوجد اتجاهها بقاعدة اليمنى، لف الأصابع هو من اتجاه المتجه R نحو المتجه P، وإشارة الإبهام راح تكون باتجاه العزم أو الزخم الزاوي. إذا اشتقينا الطرفين فدي ال دي تي، دي ال دي تي يساوي لي دي دي تي لR كروس P، دي R دي تي إذا أريد أشتق هذه دي آر دي تي كروس بي، يعني مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول، زائد آر كروس دي بي دي تي. إذن دي آل دي تي يساوي لي دي آر دي تي هي في، في كروس بي، زائد آر كروس دي بي دي تي.
في كروس بي إذا أريد أوحدها أتكلم عنها تساوي لي في كروس ام في، لأن الزخم الخطي هو الكتلة في السرعة الخطية. في كروس ام في يعني ام في كروس في، ليش؟ لأنه الزخم الخطي الكروس في كروس بي هو متساوي للجهتين، يعني في كروس بي وبي كروس بي متساوين، وهذا يساوي لي زيرو. لذلك راح يكون ال V كروس P يساوي لي زيرو. إذن ممكن أن يستثنى أو ينشال من هذا القانون، راح ينطيني DL DT يساوي لي R كروس DP DT. القانون النهائي DL DT يساوي لي R كروس F، لأنه القوة هي المعدل الزمني لتغير الزخم الخطي. دي بي دي تي ينطيني قوة، لذلك دي ال دي تي مشتقة الزخم الزاوي أو التغير بالزخم الزاوي بالنسبة إلى الزمن يساوي لي حظ ضرب الاتجاه لنصف قطر الدوران R كروس F، وهي القوة المؤثرة على هذا الجسم الدائر. الآن عندنا بشكل عام الكروس برودكت R كروس F، هذا شو نسمي؟ هذا هو عزم هذه القوة. R كروس F عزم القوة. سابقا كنا نقول العزم يساوي القوة في ذراعها. ال N capital letter N as a vector هو عزم هذه القوة، عزم يا قوة هذه قوة F المؤثرة على جسم معين بإحداثيات معينة. فإذا كان الجسم يدور بهذا الشكل، يعني هذه هي حركته، حركة دائرية بهذا الشكل على منحني، وهذا الجسم سرعته المماسية للمسار مالته هي نمزلها V، هذه V المسافة بين المركز اللي يأثر على هذا الجسم وبين المركز مسافة R، بين هذا الجسم والمركز مسافة R، وحركته بهذا الاتجاه تخلق لي أو تنطيني زاوية ثيتا، وطبعا كلها هذه هي فيكتورز، ومن نتكلم عنها بالمحاور القطبية راح يصير عندي اليونت فيكتور هي ER للإزاحة R، وE ثيتا للمتغير اللي هو المتغير القطبي، المتغيرات القطبية وإحداثيات القطبية، بدل X Y Z تنطيني R وثيتا، أي أخذناها سابقا. عندما نحول أي إحداثيات من النوع الديكارتي أو الكارتيزي إلى النوع القطبي راح يحل محل ال X Y Z بمحاور قطبية ينسميها R وثيتا. إذن هذه ال V بدلالة المحاور القطبية، وإحنا قلنا خدناها سابقاً، الـ V ماذا تساوي لي؟ هذه يونت فيكتور للإزاحة R، R dot اللي هي السرعة المماسية والخطية، زائداً E theta R theta dot. هاي لو نرجع للمحاور القطبية راح نقدر نعرف شون طلعت هذه الـ V، يعني أراد رجوع للمواضيع السابقة. طبعاً قلنا الـ E R hat is the unit radial vector and E theta is the unit transverse vector I theta، وهذا الراديال أو الشعاعي للإزاحة ونصف القطر دوران هو R. إذن angular momentum أو الزخم الزاوي L القيمة العددية مالته تساوي لي R cross MV، قبل شوية شفنا R cross MV كقيمة عددية بكاملت مالته يساوي لي لو مكان ال R R E sub R، وقلنا هذا هو اليونت فيكتور كروس M مكان ال V بواسطة الإحداثيات القطبية، هذه قيمتها. وبعد تبسيط هذه المعادلة وفتح الكروس برودكت راح ينطيني ال L أو الانجولار مومنتم يساوي لي M R سكوير ثيتا دوت في القيمة العددية لمتجهي الوحدة الشعاعي ER radial unit vector، والمتجه الزاوي E theta hat unit vector للحركة الزاوية. هذه القيمة العددية لكروس برودكت مالتهم مضروب في MR square theta dot،
وطبعا قيمة اي سب ار كروس اي سب ار نعرفها هذه زيرو، لان الكروس يتعامل مع الساين، الكروس يتعامل مع ساين ثيتا، وذولا نفس المتغير نفس المتجهات، إذا بيناتهم صفر، لذلك ساين زيرو إيكوال تو زيرو، معناته هذا الكروس برودكت يساوي لي زيرو، والإي آر كروس إي ثيتا يساوي لي واحد، لأن ذولا متعامدين متعامدين مع بعض، إذا بيناتهم 90 درجة، وساين 90 يساوي لي واحد. لذلك الكروس برودكت اي سب ار كروس اي ثيتا ايكوال تو 1، معناتها الزخم الزاوي ال يساوي لي ام ار سكوير ثيتا دوت فقط، هذه قيمة الزخم الزاوي وهو مقدار ثابت، هذه لحركة الجسم بمسار دائري. الآن نفس الكلام إذا نتكلم عن المساحة اللي يقطعها هذا الخط اللي واصل بين الجسم وبين المركز O، راح يكون عندي التغير بالمساحة dA، هذه dA، هاي المساحة اللي يمسحها هذا الجسم أثناء الدوران، وكل هذه الحركة إذا ندرسها سابقا بالشريحة السابقة وبهذه الشريحة هي الكلام عن ما يخص قوانين كيبلر، قوانين كيبلر الأول والثاني والثالث. dA هذه المساحة شو تساوي لي؟ نصف في القيمة العددية لـ R كروس dR، R كروس dR، هذه هي dR، فهذه قيمة المساحة dA. إذا ما معناه؟ إذا أريد أعوض عن من؟ عن الـ R والـ dR بما يساويها بالإحداثيات القطبية، إيش راح يصير عندي القانون؟ نصف في القيمة العددية للديترمينت R E sub R، هذه مكان هذه الـ R، dR أنا طبعاً بعد ما أشتقها شو تساوي لي؟ بالرجوع هذا كله يعتمد على القوانين السابقة، تحويل الكارتيزيان إلى البولار كوردينيتس، ال دي آر يساوي لي إي سب آر دي آر زائداً إي سب ثيتا آر ثيتا دوت اللي هي دي ثيتا ثيتا دوت، هذا قيمة ال دي أي، وبعد تبسيطها أيضاً وإيجاد الكروس برودكت آخر شيء راح نحصل على دي أي تساوي لي نصف آر سكوير ثيتا دوت أو دي ثيتا، ونفس الكلام أيضا إذا اشتقيناها بالنسبة للزمن دي أي دي تي يساوي نصف آر سكوير، هذه كونستان ثوابت، دي ثيتا صد دي ثيتا دي تي دي ثيتا دي تي، معناتها دي أي هو أي دوت مكان دي أي دي تي، أي دوت تساوي نصف آر سكوير ثيتا دوت، ثيتا دوت هي دي ثيتا دي تي، وأيضا ثيتا دوت دي ثيتا دي تي هي ثابتة كونستانت، وتساوي لي الزخم الزاوي L على MR سكوير، الزخم الزاوي L على MR سكوير، وإحنا هذا القانون أوجدناه بالشريحة السابقة، وهو قيمة لو نشوفه بالشريحة السابقة قيمة الأنجولر مومنتم اللي هو هذا L، أنجولر مومنتم هذا L يساوي لي MR سكوير ثيتا دوت، MR سكوير ثيتا دوت، لذلك ثيتا دوت هو L على MR سكوير وهو مقدار ثابت، فلو نعوض الثيتا دوت بما يساويها في الـ A دوت، شو تساوي هذا التغير الإزاحي؟ شيء المساحي A دوت تساوي نصف R سكوير L over M R سكوير، باختصار الـ R سكوير راح يكون الـ A دوت يساوي لـ L over 2M، واثنينهم أيضا ثوابت، لذلك الـ A دوت تعتبر أيضا ثابتة. الـ dA قبل شوية أخذنا قانونها وهو هذا، نصف R كروس dR، وإذا ردنا نعوض عن المكان الـ dr هي v dt، v dt المكان الـ dr، ليش؟ لأنه الـ v هي dr dt، فمكان الـ dr v dt، وأيضا نفس الكلام راح نوصل إلى وهو l over 2m، l over 2m، هذا فد مثال على الكلام اللي أخذناه سابقا. عندي let a particle be subject to an attractive central force، عندي جسم يتأثر بقوة جذب مركزية of the form f of r، هذه قوة الجذب رمزنا لها f of r، where r is the distance between the particle، بين الجسم المسافة بين هذا الجسم وcenter، من center نقطة تأثير القوة f، يريد من عندي f of r هذه القوة if all circular orbits، إذا كانت كل المدارات الدائرية
are to have identical aerial velocity. كلها تملك سرعة مساحية، خلينا نقول سرعة مساحية ثابتة. الآن الحل، بسبب كون مدار الجسم دائري راح يكون التعجيل الزاوي ليس له مركبة مستعرضة، واتجاهه باتجاه مركز الدوران، وبسط الإحداثيات القطبية نقدر نعبر عنه بالمعادلات التالية: أي سب آر تعجيل الزاوي آر دبل دوت ناقص آر ثيتا دوت سكوير. ونرجع ونقول هذه المقادير كلها إحنا أوجدناها سابقا بالمحاور القطبية قبل، من أخذنا تأثير الدوران وكيفية التحويل أو إيجاد التعجيلات المركزية والمماسية وغيرها، كلها أوجدناها بدلالة الإحداثيات القطبية، كان هذا واحد من عندهم. فأي سب آر يساوي لي R double dot ناقص R theta dot square. R double dot equal to zero لأن R ثابتة، لذلك هذا تعجيل طبعا، لذلك يكون مشتقة مالته ثابت صفر. يبقى عندي فقط ناقص R theta dot square، الثيتا متغير لذلك بقت هذه، لأن R double dot ثابت، ما معناته ناقص M R theta dot، هذه الام ضربت بهذا حتى تطلع القوة، تساوي لي هي القوة F of R اللي احنا نريد نوجدها، لأنه القوة ماذا تساوي لكتلة في التعجيل؟ التعجيل أي سبار أوجدنا هذه قيمته، لذلك أضربه في الكتلة طلعت عندي هذه القوة اللي هو مراد إيجادها. ولأن هاي الملاحظة اللي يقولها بالسطر الأخير، ولأن السرعة المساحية هي نفسها لجميع المدارات الدائرية، معناتها الزخم الزاوي للجسم أيضا متساوي لكل المدارات الدائرية. وعند ضرب طرفي المعادلة، ليش صارت إذا كانت السرعة المساحية متساوية الزخم الزاوي أيضا متساوي؟ أوجدناها قبل شوي، أكو علاقة بين الأي دوت والأل، علاقة لو نرجع للشرائح السابقة، هذه الأي دوت تساوي لي L over 2M، يعني إذا كانت هذه كونستنت والأم كونستنت طبعا معناته الأل أيضا كونستنت، الزخم الزاوي أيضا كونستنت. لذلك ناشي يقول ولأن السرعة المماسية نفسها لجميع المدارات الدائرية، معناتها الزخم الزاوي وفقا للمعادلة السابقة للجسم أيضا متساوية لكل المدارات الدائرية. وإذا ضربنا طرفي المعادلة الأخيرة بمكعب نصف القطر سينتج L يساوي لي MR سكوير ثيتا دوت، MR سكوير ثيتا دوت الزخم الزاوي. معناتها هسه إذا أريد نضرب الطرفين بطرفي المعادلة مكعب نصف القطر، فمعناته MR قوة 4 ثيتا دوت سكوير على R تكعيب ماينس يساوي لي ماينس L سكوير على MR تكعيب، وهو نفسه يساوي لي F of R، F of R or in terms of the aerial velocity. وإذا بدلت الـ A دوت هو L over 2M، معناته الـ F of R رح تساوي لي ناقص 4 M A dot square over R تكعيب. أوكي. قانون كيبلر الأول اللي هو قانون المدارات، إحنا شفنا القانون، فممكن أن نعبر عن قانون نيوتن الثاني بشكل عام في هذه الحركة، حركة المحاور القطبية. MR double dot وهو تعجيل أيضا هذا يساوي لي F of R، هذا يونت فيكتور قوة تساوي كتلة في التعجيل، هذا ال F of R هالقوة المركزية طبعا. Is the central isotropic force that acts on the particle of mass M، هذه القوة المركزية اللي تأثر على جسم كتلة M اللي هو يدور بالمدار. أي سب R أيضا هو التعجيل المركزي، هو R double dot يساوي لي R double dot ناقص R theta dot سكوير، هذا كمتجه، وهذا أيضا أوجدناه قبل قليل. معناتها الـ M في R double dot ناقص R theta dot سكوير، من هذا كله تعجيل مركزي، أضرب بالقوة بالكتلة يطلع يعطي لي تعجيل مركزي، قوة مركزية تساوي لي F of R اللي هو قلناها بالبداية قوة المركزية. Theta components مركبة الزاوية theta of the acceleration was given as، هذه أي theta إحنا قلنا بما أنه هي حركة دائرية فمعناتها عندي تعجيل خطي وتعجيل زاوي.
أي ثيتا يساوي لي R ثيتا دبل دوت زائدا 2R دوت ثيتا دوت 2R دوت ثيتا دوت، وهذه كلها هو حسب هذه العلاقة الموجودة، وتساوي لي 1 over R دي دي تي R سكوير ثيتا دوت R سكوير. يعني لو اشتقينا حل هذه 1 over R اشتقينا هذه وضربها في 1 over R ينطيني نفس هذا المقدار، معناته أي سب ثيتا كمتجه يساوي لي R ثيتا دبل دوت، هذه R ثيتا دبل دوت، وهو نفس أيضا يساوي لي 2R دوت ثيتا دوت 2R دوت ثيتا دوت ناقص R ثيتا دبل دوت ناقص R ثيتا دبل دوت. إذن الكتلة في هذا التعجيل اللي أوجدناه، هذا الكتلة في هذا التعجيل يساوي لي 0. ليش؟ لأن مشتقة الR سكوير ثيتا دوت تساوي لي 0، مشتقة هذا المقدار بالنسبة إلى الزمن يساوي لي 0. معناته ليش يساوي 0؟ لأنه هو ثابت، R سكوير ثيتا دوت كونستنت اللي هو نفسه يساوي لي L اللي هو الزخم الخطي الزاوي، L هو الزخم الزاوي لوحدة الكتلة، L هو الزخم الزاوي لوحدة الكتلة، لذلك هذا يعتبر ثابت لأن هذه كتلة ثابتة والزخم الزاوي أيضا ثابت، فيعتبر كله هو ثابت، لذلك هذا المشتقة مالته أي مقدار ثابت مشتقته تساوي صفر، ما معناه ثيتا دوت يساوي لي L over R سكوير، L هو الزخم الزاوي لوحدة الكتلة، M ممكن نرفع هذا ونكتب مكانه L over M راح ينطيني ثيتا دوت يساوي لي L over R سكوير، وهو نفس القانون اللي أوجدناه قبل شريحتين. إذن نقدر الآن R 1 over U، اليو ماذا تساوي؟ اليو فد متغير راح نرمز له هو مقلوب 1 over R نصف القطر. لأن عندي رياضيا نقدر نحل المعادلة التفاضلية السابقة معادلتين for a non-polar function f of r to get r and theta as a function of time t. نقدر الآن نوجد حل للمعادلات التفاضلية السابقة بالشريحة السابقة حتى نحصل على الدالة f of r، ومن خلالها نعرف R وثيتا كدوال للزمن. الآن راح نأخذ الزمن T هو زمن المدار، زمن المدار، فراح نفرض بأنه U هو مقلوب R، مقلوب R اللي هي نصف قطر المدار. R أيضا يساوي 1 over U ثيتا دوت L، قلنا هو شنو؟ هو الزخم الزاوي لوحدة الكتلة، الزخم الزاوي لوحدة الكتلة. إذن ثيتا دوت يساوي ل L U تربيع، L U تربيع لأنه ال U هي 1 over R، ولو عوضها يطلع نفس قانون السابق. إذن L الزخم الزاوي لوحدة الكتلة يساوي ثيتا دوت على U تربيع، وإذا أريد أشتق هذه الـ 1 over U الـ R اشتقها R dot بالنسبة إلى هذا المتغير، راح يصير عندي هذا ارفعها لفوق يصير U قوة minus 1، فمن اشتقها يصير minus U dot على U تربيع، هاي مشتقة البسط المقام معروفة، وراح يكون تساوي لي minus هذا الماينس theta dot هذه في على U تربيع theta dot du على d theta، هي أجيبها منين؟ من علاقة اليو، وأشتقها من علاقة اليو وأشتقها أقدر أطلع اليو دوت ماذا تساوي. إذن اليو دوت راح تكون مكانها ثيتا دوت دي يو دي ثيتا، ثيتا دوت دي يو دي ثيتا، والناتج راح يكون عندي ناقص ال دي يو دي ثيتا. ار دبل دوت إذا هذا اشتقها مرة أخرى راح تنطيني هذه العلاقة، وأيضا مع انتباه للاشتقاق شون دي يكون، وباستخدام هذني العلاقة هذه راح أقدر أستخرج الـ R double dot يساوي لي المقدار ناقص L سكوير U سكوير، ونرجع ونقول الـ U هي مقلوب الـ R،
دي تو يو على دي ثيتا سكوير. وإذا عوضنا هذه القيم حتى نوجد الار والثيتا دوت والار دبل دوت في المعادلة السابقة، راح يطلع عندي ار دبل دوت ناقص ار ثيتا دوت سكوير تساوي للقوة اف اوف ار اللي هي القوة المركزية على الكتلة ام، ما معناه ناقص ال سكوير يو سكوير ناقص ال سكوير يو سكوير دي تو يو على دي ثيتا سكوير اللي هي هذه اللي مكان الار دبل دوت، اشيل هذه وعوض عنها هذا المقدار مع احتفاظ بالإشارة السالبة طبعا، ناقص F of ناقص R theta dot square R theta dot square طلع عندي 1 over U 1 over U L square U قوة 4 بعد ما أوجد مشتقة هذه، راح يطلع عندي آخر شيء تساوي لي F of 1 over U يعني F of R over M. ومن أصفي هذه كلها المعادلة تطلع عندي المشتقة الثانية ليو على دي ثيتا سكوير بالنسبة إلى الزاوية ثيتا زائدا يو تساوي لي ناقص F of U minus 1 U minus 1 يعني 1 over U يعني R يعني F of R هذه ترى F of R على M L سكوير U سكوير. مثال: A particle in a central field، جسم موجود في مجال مركزي يعني أكو عندي قوة مركزية، move in the spiral orbit orbit بهذا الشكل تساوي لي r c theta square، determine the force function يريد معادلة القوة، فمنطيني المدار النصف القطر r c theta square. الآن حتى نطلع القوة u تساوي لي 1 over c theta square لأنه يعني قبل شوية قلنا u هي 1 over r U 1 over C theta سكوير، معناتها المشتقة مالتها دي U دي theta هي بعد ما اشتق هذه العلاقة ناقص 2 على C theta قوة ناقص 3، طبعا هذا الترفع اللي فوق قوة ناقص 2 ومن اشتقها اشتقاق البسط مقام معروف بالنسبة لكم. أنا أريد أوجد المشتقة الثانية، هذه هي المشتقة الثانية، وين لها علاقة المشتقة الثانية شفناها؟ هذه المشتقة الثانية U بالنسبة إلى ثيتا لها علاقة بالF of R اللي هو القوة المركزية اللي يزمن عندنا إيجادها، يعني هو دي يقول determine the force function أو دالة القوة، فلازم أعرف دي 2 U دي ثيتا سكوير أي ما معناه. إحنا من فرضنا قبل شوية U هي مقلوب R لإيجاد علاقة معينة لاستخراج القوة المركزية أو كوسيلة جديدة لاستخراج القوة المركزية، إذا U هي مقلوب R والR هو منطينياها بالسؤال، هذه اشتقيتها أولى ومشتقة ثانية طلعت من المشتقة الثانية، هذه أعوض عنها بالمعادلة السابقة لإيجاد الـ F of R لأن U قوة سالب واحد هي قلنا R، بعد ما أصفي هذه المشتقة تطلع عندي مقدار القوة بهذا الشكل. إذن هذا السؤال مجرد علاقة حافظيها إحنا وهي المشتقة الثانية لـ U بالنسبة إلى ثيتا تربيع يساوي لي 6 سي يو سكوير حسب هذه القيمة اللي هو منطيني إياها، وإلا هي المشتقة الثانية من يو ثيتا سكوير زائدا يو تساوي لي ناقص اف اوف ار على ام ال سكوير يو سكوير. احنا هذه العلاقة اللي احنا نحفظها ومن عندها نوجد اليو شو تساوي لي، هو راح ينطيني ار شنو قيمتها، من عندها اليو هي مقلوب الار اشتقها واقدر اطبق هذه المعادلة واوجد مقدار القوة. مثال آخر: في المثال السابق يريد من عندي how the angle theta varies with time، شلون تتغير ثيتا مع الزمن. الآن احنا راح نستخدم الحقيقة اللي تقول بأنه L تساوي لي R سكوير ثيتا دوت وهي مقدار ثابت، الزخم الزاوي عرفناه مقدار ثابت، لذلك ثيتا دوت يساوي لي L U سكوير، ليش؟ انه over R سكوير يعني U سكوير. هنا ايضا ممكن استفادينا من العلاقة U، معناتها ثيتا دات هي L واحد على سي تربيع ثيتا قوة 4 لأن منطينياها سابقا الR ماذا تساوي بالمثال السابق، وأيضا ثيتا دات هي دي ثيتا دي تي وراح أعوض عنها بما تساويها وراح أشوف بالنهاية ثيتا شلون تتغير مع الزمن وتطلع عندي وفق العلاقة هذه، وهذه ألف وهي كونستنت يعني خليها مو مشكلة حسب هذه العلاقة، أوكي ماكو إشكال يعني حتى إذا ما تعوض المكان الثابت بمتغير ألفا. الآن ما عندنا شيء بعد انتهت المحاضرة، نتمنى أن يكون